يعد معرض سيتيسكيب أبو ظبي منصة مثالية لتقديم المشروعات الكبرى وعمليات التطوير العقارية الرئيسية، يجتمع فيه الآلاف من المستثمرين للإطلاع على أحدث التوجهات وآخر مستجدات العديد من مطوري العقارات في العاصمة الإماراتية. وقامت أبو ظبي للتخطيط العمراني من خلال المعرض بتسليط الضوء على أحدث مشاريع رؤية أبو ظبي 2030 وأحدث المستجدات عن المشاريع التي يجري تنفيذها في إمارة أبو ظبي. مثل ما نحن عارفين أن حكومة أبو ظبي لها خطط استراتيجية لتطوير البنية التحتية في إمارة أبو ظبي، وجهود كثيرة بذلت وتبذل في هذا المجال، مشاريع كثيرة قيد الإنشاء ومشاريع أخرى مخطط لإنشائها في السنوات القادمة. فقد تحسن القطاع العقاري الإماراتي بشكل واضح خلال العام 2012، وأخذ الاتجاه الصعودي في 2013 خصوصا على شريحة العقارات الممتازة وذات الجودة، وذلك بدعم من عدة عوامل يأتي في مقدمتها انتعاش الاقتصاد ومؤشراته العامة، إذ تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 4% خلال العام 2013، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي خصوصا على البنى التحتية، والتي تعتبر من أهم النقاط التي يهتم بها المطورون والمستثمرون في القطاع العقاري على حد سواء. كما تلعب الظروف السياسية في المنطقة دورا إيجابيا من خلال جذب الأموال والاستثمارات إلى هذا القطاع، ولتكون مدعومة أيضا بالقوانين التنظيمية المشجعة للاستثمار فيه. أعداد الناس اللي هم يرغبوا في السياحة في دبي وفي أبوظبي، فلذلك أصبح رغبة لأن القوانين تسمح والأمور مهيئة إلى أن يأتي ناس من الوطن العربي، وحتى أصبحوا من أوروبا كثير، الجو، العوامل، القوانين، كل شيء، وهذا أدى إلى انتعاش العقارات، وأكثر حتنتعش أكثر بفضل تجديد دائم القوانين وتحسينها ورغبة الناس تعرف الأمن والأمان أهم شيء. ورغم ذلك يرى المختصون العقاريون أن هنالك عدة تحديات قد تواجه القطاع، تتمثل في اتساع الفجوة ما بين العرض والطلب على الوحدات العقارية وخصوصا المكتبية منها. أدى انتعاش اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية إضافة إلى ارتفاع الطلب على العقارات إلى تحسن القطاع بشكل ملموس في العاصمة أبوظبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. أسيد خريسات، CNBC عربية، أبوظبي.